وسط استمرار القتال الذي أسفر عن مقتل المئات وفرار عشرات الآلاف للنجاة بحياتهم، أعلن الطرفان المتحاربان في السودان أنهما سيمددان وقف إطلاق النار لمدة 72 ساعة أخرى. الجيش السوداني قال في بيان إنه وافق على وقف إطلاق نار جديد مدته 3 أيام حتى يوم الأحد، مؤكدا إنه سيلتزم به من جانب واحد. وفي أول رد من جانبها قالت قوات الدعم السريع إنها وافقت على الهدنة الجديدة. الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي والهيئة الحكومية للتنمية إيجاد ودول ما تسمى بالرباعية، وهي الولايات المتحدة وبريطانيا والإمارات والسعودية، رحبت بتمديد وقف إطلاق النار. وقالت تلك الجهات في بيان مشترك نقلته وكالة الأنباء السعودية إنها ترحب باستعداد طرفي النزاع للانخراط في حوار من أجل التوصل إلى وقف دائم للأعمال العدائية وضمان وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق. وعلى الرغم من الهدوء الجزئي للقتال منذ بدء وقف إطلاق النار الأول لمدة 72 ساعة، سمع دوي ضربات جوية ونيران مضادة للطائرات الخميس في العاصمة الخرطوم ومدينتي أم درمان وبحري المجاورتين، كما امتد القتال أيضا إلى إقليم دارفور بغربي البلاد الذي احتدم الصراع فيه بعد عقدين من اندلاع حرب أهلية هناك. وقتل 512 شخصا على الأقل، وأصيب زهاء 4200 منذ اندلاع القتال بين الجيش وقوات الدعم السريع في 15 من نيسان أبريل الجاري. وتصاعد التوتر منذ أشهر بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع اللذين أطاحا معا بحكومة مدنية في انقلاب أكتوبر تشرين الأول 2021، وذلك بعد عامين من انتفاضة شعبية أطاحت بالرئيس السابق عمر البشير.